أي فلان. بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق ستانفورد ستار في مدينة نوراليا في سريلانكا. نصور غرفة ستاندرد شهر عسل، غرفة ستاندرد شهر عسل تتسع لشخصين. الغرفة ليست كبيرة، يعني نوعا ما ضيقة، ليست كبيرة. هذا أيضا هنا صانع للقهوة. الغرفة هنا لديها بلكونة، بقية الأدوار كلها لديها بلكونة ما عدا الدور الرابع فهو لا يوجد فيه بلكونة. هذه إطلالة الغرفة، تطلع أيضا على المدينة، ولديها إطلالة أخرى في الجهة الأخرى على المدينة. غرفة معها شطاف ومعها دش أيضا، ولديها أيضا دولاب للملابس. غرفة من نوع ستاندرد شهر عسل في فندق ستانفورد في نوراليا، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.